اشتكيت على هداك الشخص، خفت الناس تسمع بهالشي ويحكوا علي وتلوم عائلتي. انت بتعرفي كيف بيحكوا. طيب يعني كيف رح يتقبلوا الموضوع؟ صعب كتير وخايفة. حبيبتي أنا بتفهم موقفك، بس ما في داعي للخوف، ما عملتي شي غلط. لاتيكا، كان ضروري شوفك لأنه هالمرة أنا يلي بحاجتك تساعديني. الشاب يلي غلط معك مبارح بيكون اسمه شانتي، وهو شخص خطير، وللصدفة بنفس اليوم كانت خطبته على أخت زوجي إيشا. لما قطعت الحفلة وخبرتهم بعملته معك، طلع بكل بساطة مرتب كل شي وأقنعهم إنه بريء. ما بعرف كيف زبطها وحط السائق بالسجن بداله. رتب الأمور وقال إنه كان عنده اجتماع شغل بدلهي، وهلأ عيلتي مصدقة حكيه وفكروا إني اتهمته وإني أسأت فهمه وإنه هو مظلوم. بس أنا وإنتي منعرف الحقيقة، ولهالسبب أنا صرت بحاجتك. ليكي، الموضوع هلأ صار بخص أخت زوجي، ممكن تجي معي لبيت حمايي وتخبريهم باللي صار وكيف هذا الشخص عمل معي؟ مدام معقول بدك يعني أحكي بالتفصيل كيف حاول يخطفني هيك بشكل عادي قدامهم؟ وسمعتي شو رح يصير فيها؟ وعدتيني ما تقربي علي أنا وعائلتي وما تحكي باللي صار. أنا أبداً ما نسيت وعدي لإلك، بس هلأ أنا صرت المتهمة وما عندي غير هالفرصة. لك هذا اتهم السائق تبعه وسجنه بداله، والمقدم عم بيقول إني اعتقلت السائق بدل شانتي من الأساس، وهو مصر على أقواله وتعاون مع شانتي بكل شيء. وهلأ إذا ما أثبتت كلامي كل العيلة رح توقف ضدي. ما تنسي إنك بسكوتك رح تعرضي كتير بنات بريئات غيرك لنفس الموقف، وبجوز ما حدا يحميهن. لهيك كلنا بحاجتك حالياً لتيكا. خلص مدام تكرمي، ماشي أنا موافقة. بتحبي روح معك هلأ لعند أهلك وأحكي لهم؟ جهزي حالك بعد الظهر وأنا بجي باخدك وبرجعك، لا تخافي. حاضر. أوف تأخرت. أوه ميت، تعي أنت بالأول. شو هالتغيير هاد؟ ليش؟ خير شو صاير؟ بعمرك ما خليتني جهز حالي لشغلي بكير، كل مرة بتضلك ساعة على المراية وأنا بتأخر على شغلي. يا سلام هلأ فهمت. وشو فهمتي يا مدام؟ هلأ صرت تخاف مني لأني صرت ضابط مهم. يا مدام أنا أبداً ما بخاف منك، بس كتير بحترم مهنتك. تخيلي حالك ماشي بالشارع ومرق من جنبك ضابط أو عسكري أو شرطي عادي، تلقائياً رح تحترمي وتسلمي عليه بكل أدب. ومشان هيك اللباس الرسمي مهم لكل مواطن فينا، وأنا هيك كمان. بس تلبسي بدلتك بحترمك وبنسى أنك مرتي من الأساس على فكرة. بس كمان أنا ما بخاف منك أبداً، ويكون بعلمك أنا زوج مثالي لأني بحترم مرتي وشغلها وبساعدها. طيب يا زوجي الرائع، شكراً كتير على المحاضرة الوطنية من الصبح. يلا بعد لي هلأ. بعتذر لأني تأخرت. لك بس شوي، خلاص بعد لي. بعتذر. شوي. صرصور! قالي لي وين الصرصور؟ شو جابوا هذا لهون؟ اقتلي بسرعة، اقتلي انا بخاف منه، لو سمحت اقتلي. روق ما في شي. ها كيف؟